بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على البيم element في الابيكس، وهو بيستخدم لحل المسائل اللي احنا خدناها قبل كده، زي اللي هي مسائل اللي خدناها في strength of material او الستراكشر. لما يجي لي بيم زي ده وعليه force distributed، عليه concentrated force او concentrated moment whatever اللودنج اللي عليه، ويطلب منك تحسب له مثلا الستريسز او تحسب له السلوب او تحسب whatever اللي بيطلب. الفكره العامه، لو انا ما جبتلكش مساله زي ديت او ما خدناش جزئيه البيم وجبنا سيكشن زي ده، هندخل على البارت ونرسم كانه 3 دايمنشن ونأثر عليه بفورس اند سو اون. طيب اسيوم ان انت عندك ستراكشر مكون من بيمز كتير متقاطعه مع بعضيها. لو رسمنا كل بيم بالشكل ده، اولا هياخد وقت كتير في الرسم، وقت كتير في الاناليسيس. فهو ابيكس مشكورا يعني زي على حاجات كتير بيقدم عنده نوع من الاليمنت اسمه بيم. احنا خدنا المره اللي فاتت تراس، والتراس قلنا عليه ان الاليمنت بتاعه معرض للتنشن او كومبريشن، والكروس سيكشن اريا بتاعته سيركلر دائري. طب لو الكروس سيكشن اريا بتاع السيكشن اللي عندي زي ده اي سيكشن او سي سيكشن او تي سيكشن او وات ايفر سيكشن الموجود، فبالتالي التراس مش هينفع، هنستخدم فيه البيم اليمنت. هفترض ان انا عندي مساله زي الموجوده هنا، بس هنعدل فيها شويه. ده طولها مثلا كان 6 متر وعليها لود قيمته 5 كيلو نيوتن لكل متر. هنضيف احنا من عندنا مثلا على بعد 2 متر من هنا هضيف فورس كونسنتريتد فورس، على بعد كمان 2 متر هضيف كونسنتريتد مومنت، ونشوف الديستريبيوشن بنعمل ازاي الموديل وبنشوف ازاي الريزلتس اللي عندنا. فبتبدا الاناليسيس بتاعك كرييت بارت. المره دي هنقول له الحاله بتاعتنا اللي احنا هنشتغلها 2D، يعني الفورس اللي عندي بتكون جاست عموديه على محور البيم، والبيم هو اوريدي في اتجاه اكس والفورس في اتجاه واي. فهنا هنختار المره دي 2D ديفورمبل. الفرق ما بين ديفورمبل واللي بعد منها، الديفورمبل بيبين لك الاستريسز اللي بتظهر في الجزء اللي انت بتعمل اناليسز عليه. اللي بعديهم اللي هو الريجيد ديسكريت او اناليتيكال، هنا بيتعامل مع المود مع البارت بتاعك على ان هو جسم سوليد لا يتاثر بالفورسز. زي المثال اللي احنا قلنا قبل كده، كان في عندنا سياره ماشيه ودخلت في حاجه زي عمود. انا ما يهمنيش الديفورميشن اللي هيحصل في العمود، انا يهمني الديفورميشن اللي هيحصل في السياره. فهنا بنقول العمود ده عباره عن ريجيد، فبنختار ديفورمبل. ولو قلنا شيل يبقى انت بترسم 2D او 3D. 2D اللي هو بلين سترين او بلين ستريس. هنختار المره دي زي المره اللي فاتت واير. الابروكسيميت سايز بتاعي له علاقه باطول بعد على الرسمه. اطول بعد هنا كان 6 متر، فخلينا نقول ايه 10. كويس، هيبقى هنا الرقم ده هنغيره 10. وهنا بس هسيب الملف، هعمل ورك دايركتوري على الدي ده، اسميه بيم. هنسيب ده على البيم، هسميه برضه بيم. وهبدأ برسم الجسم بتاعنا. هنا هو عبارة عن طوله 6 متر، بس أنا بقول بعد 2 متر هنحط فورس، وبعد 2 متر تانيين هنحط كونسنتريتد لود، بالإضافة للود اللي هو الديستريبيوتد الموجود كامل يعني. عشان كده أنا هقسمه 2 و2 و2. فهرسم هنا خط وأكمل عليه. وكمل بهذا الشكل. بلاش نقول 2 و2 و2 عشان نفرقهم عن بعض. خلينا اقول ان الجزء الاول طوله 1، خلينا نسيب ده 2 عادي، وده يبقى 2
ونزود احنا الاخير نخليه مثلا 4. ده بيم يعني يبقى الجيومتري بتاعته مختلفه عن هناك، بس انا واقف عند الرسمه دي على اساس بس نستفيد منها بالدايمنشنز بتاعت الكروس سكشن اريا بتاعته واللود طبعا. رايت كليك واقول له كانسل بروسيدر واقول له دن، كده رسمت البارت بتاعه. في الحاله دي انس هيتعامل عند النود الوصلات اللي احنا عاملينها بالنسبه له ما هياش هنج، لا ده ريجيد ماسكين في بعض. المره اللي فاتت كنا بنتكلم في التراس قلنا ان هو ابيكاس بيفهم ان عند النود النقط اللي بتوصل ببعضها دي عباره عن هنج، هنا لا، هنا هيفهم ان دي عباره عن حاجه سوليد مع زمنتها اللي جنبها. ادخل على البروبرتيز عادي، احاول له ديفاين الماتيريال وليكن ستيل، و الالاستيك 210 في 10 اس 9 لان مدخل الدايمنشنز بتاعتي بالمتر، موصله ريشيو 0.3. و ما في الاكسبليسيت بنحتاج دنسيتي، لكن في الاستاتيك اناليسيس ما بنحتاجش دنسيتي. وبعد كده بروح للخانه دي اول مره نستخدمها، مكتوب عليها كرييت بروفايل، والمقصود منها ان انت هتعرف ابيكاس البيم بتاعك الكروس سكشن اريا بتاعه شكله ايه وابعاده ايه. فتضغط عليها هيقول لك ان البيم اللي عندك شكله هل بوكس، بوكس ده معناه ان هو يكون زي سكوير او ريكتانجل. لو ضغطنا على بوكس يطلع لك الشكل ده، ويطلب منك تدخل له قيمه البعد اللي اسمه ايه اللي هو الويدث، والبعد اللي اسمه بي اللي هو الهايت، والبعد اللي هو الثيكنس اللي هو اللي هي التي. اقدر اخليه معتمد لنفس البوكس هذا اخليه انا اللي احنا المثال المثال بتاعي هنتكلم فيه على ان هو يكون اي بيم. هنا لو عبد الله بيقول لو دخلت بتسال لو هو يكون سوليد سوليد كامل سوليد. طيب ولا في خيار ثاني؟ اظن ممكن من خلال القيم دي لو انا دخلت قيمه الثيكنس بتساوي نفس القيمه مثلا بتاعه الاي اي اوفر 2 اي اوفر 2 بس لا لا بس التكنس بس كده هيبقى التكنس من فوق من فوق غير نشوف هل هو موجود هنا. انا هعمل كنسل ده. طب هل هنا في اي حاجه لا علاقه ب ولا سيم ريكتانجل؟ نشوف كده موجود هنا في الريكتانجل. هنا طبعا شكله مصمت تماما. عبد الله ده الجزئيه اللي كان عبد الله بيسال عليه، دخل قيمة الـ A والـ B. أنا الرسمة بتاعتنا اللي هنشتغل عليها شوية اللي هي الـ I موجود هنا I، وعندك بقية السكشنز الموجودة L و T and so on. أظن الـ Arbitrary أو Generalized ممكن تدخل أنت تعمل ديزاين للجيومتري اللي أنت عايزها. الـ U Trapezoidal Hexagonal Rectangular Box ايش اقرب حاجه لليوم؟ توصل البوكس مثلا؟ لا لا ونخلي السكند ثيكنس منهم بزيرو مش هينفع. لا لا ايش ايش هنا بروفايل. طب الاربيتري دي انا ما شفتهاش قبل كده. بوينت 1 بوينت 1 2 1 كونتريز 2 كونت سيجمنت سيكنس ممكن مثل ما قلت في الرسم. طيب لو احنا اخذنا نختار اللي هو الجنرالايزد مثلا، هل ممكن ان احنا نغير في الجيومتري دي بحيث ان انا تدخل الكروس سكشن اريا لليو بيم او لليو سكشن؟ ما جربتهاش انا. سيركلر بايب اي ممكن تعمل سيرش عليها عليه كده مثلا وانت بتدور على الجوجل او حاجه لو انا محتاجين يو سكشن
هو المفروض يكون اليو والسي موجودين هنا، هو لو السي موجود ممكن تستخدمه كأنه يو، بس انا مش شايف السي. اتفضل يا عبد الله. فبيقول له الاي سيكشن كونتينيو، السيكشن اللي عندنا مثلا الدايمنشنز بتاعته البعد او اللي هي الفلانج بتاعته بعدها 250 مللي 0.25. فالفلانج اللي هي مقصود بيها هنا البي 1 والبي 2، اعطي لك قيمتين بي 1 وبي 2 لو الشكل عندك مختلف، بس اللي عندنا يونيفورم يعني بي 1 بتساوي بي 2 بتساوي 0.25، بندخل بنفس اليونتس اللي احنا كاتبين بيها الدايمنشنز الاولى. ده اللي هي سوري بي 1 فين بي 1 اللي هي ده ديليت بي 1 0.25 والبي 2 0.25. طب اول حاجه عندي المقصود هنا مكتوب عليها الاي اللي هي الديستنس اب تو ذا نيوترال اكسس، يعني تكون نص نص الهايت، والهايت بتاعنا هنا كام؟ الهايت من تحت لا على نقطه 150 زائد 150 زائد 40 340. يبقى اذا الاتش سوري الاي 340 اوفر 2 يعني 170 يعني 0.17. الاتش 0.34. لا دكتور هذا مجموع الاي اللي هو الاتش، الاتش هو اللي كامل، الاتش كامل. الاي كيف عرفت انه النص مو الاتش؟ شود بي ديستنس على اطوار الثيكنس اللي عندي اللي هو سيمتريك. اذا كان سيمتريك ناخذ السنتر النص، السنتر اللي عندي اللي هو نيوترال اكسس. دكتور ايه الرقم؟ السؤال موجود في السؤال اللي هي القيمة ديت 150 زائد 20 النيوترال اكسس ديت 170. هو انا تفسيري للاي الى الحين اللي هو النيوترال اكسس. لو من هنا المحاضرة اللي جاية لقيت له ديفينيشن تاني افضل واقول لكم مش افضل يعني اصح اقصد، هيبقى هو الاصح اللي هنشتغل عليه. لا تحسب تو ماي نولج، انت تحسبها خارجيا. تي واحد المقصود بها اللي هو الثيكنس بتاع الفلانج اللي هو كان 20 يبقى 20 ملي 0.02، وتي 2 اللي هو اللي فوق ده 0.02، وتي 3 اللي هو الثيكنس بتاع الويب اللي هو العصب اللي في النص بيساوي برضه 0.02. في عندي اكس في عن دايركشن مكتوب عليه 1 ودايركشن مكتوب عليه 2، ده اللي هو يناظر ال الاكس دايركشن وده الواي دايركشن الزد. هو البيم بيعرفه ثلاثة اكسيز، اثنين متعمدين اللي هي الواحد واثنين، وفي اكسس ثاني عمودي على الكروس سكشن اريا بيسموه تانجنشال. فهو الوقت احنا شايفين ان ده 1 وده 2، هيطلب مني في خطوه لاحقه ان انا اعرفه اتجاه ال1. هل اتجاه 1 لليمين؟ 1 بتصير زد، بتصير ماينس زد طيب 2 equal 1. طيب ناخد نقبل كده دلوقتي ونشوف الخطوه اللي هي هيطلب مني فيها الدايركشنز عشان يعرف اتجاه ال1 هل هو لليمين او لليسار. شو معناهم؟ الاتجاه يمين او يسار، اتجاه البيم. الحين الاي بيم تشوف انت كده اتجاه ال1 يصير على يمين البيم. احنا نشوف الحين في الرسمه الاكس to the right وانت بتشوف الاكس بيصير ضارب عليك البيم، انت تشوفه كذا. فالاكس هي equivalent يا عبد الله للاكس والواي. لو انا دلوقتي عايز اثر مثلا بالفورس في اتجاه اكس، اكس مقصود بيها هنا انت تاثر على جنب البيم، يعني تاثر كده هوريزونتال. الواي بتاعته ان انت تاثر على الفلانج من فوق، فده بيسموه ممكن يسموه لوكال اكسيز للبيم.
نجرب اقول له اوكي وبعدين اروح للكرييت سيكشن اسمه بيم ونوعه بيم. المره اللي فاتت كنا بنختار تراس كونتينيو اوتوماتيك البروفايل اللي احنا عملنا له كرييشن ظهر هنا. لو ما كناش عملنا كرييشن البروفايل ممكن تعمله كرييت من الخانه دي كده والماتيريال اللي هي ستيل اقول له اوكي هنغير بس اسم الماتيريال اللي احنا كتبناه غلط اشيل ده اوكي هعمل تشيك هنا لو عمل لها ابديت ولا لا. بيقول ان الماتيريال اسمها اتغير فمعنى كده ان انا هختار اسم الماتيريال اتغير عمل له ابديت اقول له اوكي خلاص. Assign section اللي هو section number 1 اوكي هدخل على assembly اقول له create assembly dependent او dependent doesn't matter و step create step رايت ناو بيشتغل على الستاتيك فاقول له جنرال ستاتيك اوكي مش هغير هنا حاجه وعايز اثر باللود اللي عندي فانا اسيوم ان اللود اللي عندي قيمته عباره عن اللود اللي هو موجود هنا في الرسم مثلا بيقول لك 5 كيلو نيوتن لكل متر ده ديستريبيوتد لود في ابيكاس بيسميه لاين لود خد بالك احنا خدنا الاول فكرة عن concentrated force معناها وشكلها وتأثيرها بدخل هنا على اللاين لود الموجود تحت continue اختار المنطقة اللي انت هتأثر عليها باللاين لود هقوله على مثلا المنطقة دي كده ضل ما اخترت انا هأثر باللود على جزء concentrated force على جزء ونشكل معجل في مكتوب هنا الكومبوننتس في اتجاه اكس وفي اتجاه واي انا عندي الفورس اللي بتاثر في اتجاه واي سوري في اتجاه 2 اللي هو العمودي على سطح اقول له ماينس 5 في 10 اس 3 نيوتن لكل متر الديستريبيوشن الموجود هنا بيقول يونيفورم ولا يوزر ديفايند A user subroutine D load must be attached to the analysis. كلمة user defined معناها ان احنا لازم ندخل subroutine برنامج صغير عشان يعرف ابيكاس distribution load هل هو مثلث ولا ان هو واخد كيرف ولا whatever. الصورة الابسط فيها ان هو اليونيفورم عشان نشتغل بالسبروتين السبروتين ده شوية مشكلة تانية. فاقول له هنا يونيفورم و اوكي الامبليتيود اعرف ان هو له علاقه بالتايم وليس له علاقه بالديستريبيوشن لود هنا توقعت هذا كان في سؤالي هنا صار كانه تنشن داون مش تنشن هو على السطح من فوق المفروض انه يكون ضغط مو سحب من تحت لانه شكله ما بيأثر بسيط الديفورميشن ديوتو من فوق او من تحت زي طيب النود الثاني عندي هسميه كونسنتريتد فورس ويدعونا ان خليها تاثر عند النقطه دي هنا ضم والقيمه بتاعتها ندي لها رقم مثلا وليكن 10 كيلو او 4 كيلو نيوتن ماينس 4 نيجاتيف 4 اي او سي 3 بهذا الشكل. في عندي نقطة تانية. صح. آخر نقطة. آخر؟ لا أنا دلوقتي عايز أضيف external force بس عبارة عن concentrated moment. لو تفتكروا إحنا بنشتغل في الـ strength of material كان في نوع من اللودنج إن أنا أثر بـ moment عند نقطة. وده أظن هتحتاجوها وأنتم بتشتغلوا في الجزء الخاص بـ اللي هو الـ joint الوصلة. فدعوني ان انا اثر بالكونسنتريتد مومنت عند نفس النقطه اللي اثرنا بيها بالفورس مش هتفرق او اعمل بارتيشن واقول له اعمل بارتيشن للايدج واقول له ميد واي ميد بوينت سوري سبيسيفاي بارامتر باي لوكيشن
بيقول ان dependent bard instance can be not cannot be edit وانت موجود في المش اتريبيوت. معناها ان انا ارجع للبارت تاني وادخل اقول له partition واقول له specify parameter by location. بقول الاي جي اللي انت عايز تعملها اقول له الاي جي دي specify parameter. معناها ان النقطه اللي انت ضغطت عندها هي دي النقطه اللي هيعمل partition عندها. يعني انا ضغطت هنا خد بالك وين ما بضغط بيدي لك نقطه حمراء وبعدين يدي لك اوبشن تقول له كرييت بارتيشن. لو قلت كرييت بارتيشن هيعمل بارتيشن عند النقطه دي. او الاوبشن الثاني ان انا اقول له انتر بارامتر واختار دي واقول له دن. انتر بارامتر معناها انت بتحدد له النقطه عايزها في المنتصف يبقى 0.5 عند على بعد تلت من هنا يقول 0.33 and so on. فانا عايز النقطه تكون في المنتصف يبقى هنا مكتوب كلمة 0.5 واقول له create partition فعمل لي هنا نقطة اللي هي البارتيشن بوينت اللي موجودة دي. لو ايش؟ كل مرة هتسوي تقول له create partition بس كل مرة هيطلب منك الايجي اللي انت هتعمل لها بارتيشن. يعني ما نقدر نحدد اكثر؟ لا لا لان كل مره بيقول لك انت عايز تعمل بارتيشن لاي ايج. طيب احنا اصلا هنا فورس بنسميه كونسنتريتد مومنت. اوكي خليني اثر بيه عند النقطه دي. ضم مكتوب سي ام 3 سي يعني كونسنتريتد ام يعني مومنت 3 اراوند المحور اللي اسمه 3 اللي هو زد. خلينا مثلا نتكلم نقول ان هو انا بجرب ارقام انا ام نوت شور اباوت الايفكت بتاعها. خلينا اقول 200 اقول له اوكي. في الحاله دي 200 نيوتن متر ما دام احنا مدخلين الفورسز بالنيوتن والدايمنشنز بالمتر يبقى ده قيمته 200 نيوتن متر. لو قلت له وريني الشكل بتاعه السهم الموجود هنا معناه اتجاه السهم في اتجاه صباع ايدك اللي هو الثمب. صوابعك بتلف في اتجاه التورك معناها ان التورك في الحاله دي او المومنت في الحاله دي بيلف في الاتجاه ده. اوكي كده خلصنا الاسمبلي. ادخل على لسه في اللود. اللود فيه جزئيه اللي هي الجزئيه الخاصه بايه؟ الباوندري كونديشنز. الباوندري كونديشنز في المثال كان معمول هنا ده عباره عن هنج جوينت يعني ممنوع الحركه في اتجاه اكس في اتجاه واي لكن مسموح ليه بالروتيشن. لو كانت فولي سبورت يبقى ممنوع في اتجاه اكس واتجاه واي واتجاه روتيشن برضه ممنوع. ارجع للرسمه والباوندري كونديشنز ديسبيسمنت وروتيشن كونتينيو واختار النقطه دي اقول له دن. عايزها تكون ثابته في اتجاه اكس وفي اتجاه الواي لكن في اتجاه روتيشن اللي هي يو ار 3 يو ديسبيسمنت ار روتيشن يبقى روتيشنال ديسبيسمنت ان هو يدور 3 حوالين الزد. طيب كان اخر حاجه في الرسم هنا موجود عندي رولر عباره عن رولر بنشيله ونحط مكان منه في اتجاه واي بس انما هو هنا مسموح ليه بالحركه في اتجاه اكس صح ومحظوظ مسموح ليه بالروتيشن حوالين الواي. على فكره من اهم الاجزاء وانت بتعمل الموديل بتاعك جزء خاص بالباوندري كونديشنز. اتعمل صح تضمن انت 70% شغلك صح. اتعمل غلط هتلاقي الدنيا كلها فيها مشكله. هقول له كونتينيو وهستأثر عند النقطة دي وضن في اتجاه الواي هقول له ثبتها والديفولت بتاعتها زيرو. اوكي وبعدين المش هقول له بيقول ان الديبندنت بارت ما ينفعش خلاص هنا اهو جلوبال سايز شايف ان هي ريزنبل. مع التذكير بفكركم ان في التراس كنا بنعملها بالنمبر باي نمبر كنا بناخد النمبر واحد يعني كل اليمنت عباره عن كل لينك عباره عن اليمنت واحد. هنا طبعا كل الجزء ده خد بالك جزء واحد متصل زي ما قلت في بدايه المحاضره. اقول له اوكي وبعدين اقول له اعمل لي مش يس ونوع الاليمنت اللي عندي لدول اقول له دن
واروح الاقي ان هو اوريدي مختار البيم المره اللي فاتت كان بيكون الديفولت بيم، اقول له غيره لي لتراس. هنا هو اوريدي مختار البيم، اقول له اوكي واروح للجوب، اعمل سبميت او سنت جوب كونتينيو اوكي سبميت. بيقول ان في عندي region of the part haven't been assigned beam orientation section 1 بيقول لك use assign beam orientation in property module to assign beam orientation. beam orientation اللي هو عايزها من عندي اللي هي ان انا اعرفه الواحد orientation 1 orientation 2، هل الواحد لليمين زي ما كان موجود في الرسمه ولا لليسار. التلاته فيكتورز اللي عندنا نعست الوزن يا اخي، انا والله لو كلامي بينايم كده اكلم نفسي، انا احيان كتير ببقى عايز انام بس مش عارف. لا عادي عادي، زميلنا كان معانا مره وانا في ثانوي كان قاعد كده وكنا في الدرس ما فوقناش الا هو واقع عادي يعني. صاحبي واقف مين اللي كسر رجليه؟ فهو دلوقتي عايزني احدد له الاورينتيشنز للبيم وهم ثلاثه بهذا الشكل متعاملين مع بعض. الصباع الكبير ده يبقى في اتجاه اللي هو تانجنشال، التانجنشال ده عمودي على الكروس سكشن اريا. اول صباع بعديه ده اللي هو تانجنشال للدايركشن اللي اسمه 1، والثالث العمودي عليهم اللي هو التانجنشال للدايركشن اللي اسمه 2. فانا هرغي دي كده وهرجع للسكشن بتاعنا. هنا واقول له ايديت، واحد كان لليمين واثنين اعلى. فبعد الكلام ده لو انا لو هو حدد لي التنجنشن اللي هو ده يبقى اللي على اليمين هو واحد واللي عودي عليه اللي هو اثنين. اقول له اوكي هنا ديسمس واروح للخانه دي مكتوب اساين بيم اورينتيشن. بيقول لي هنا سيلكت ذا ريجن تو بي اساين، هقول له ده مكتوب تحت ان الابروكسيميت مكتوب بين قوسين تانجنت فيكتورز ار شون. التانجنت اللي هو الصباع الكبير عامله مبينه باللون الاحمر، وبيطلب منك تحدد نقطه في الجهه اللي هيكون فيها الاكس واحد اللي هو سوري الدايركشن واحد رايح عليه. مكتوب عندي 0 و 0 وماينس 1، يعني الاكس ب 0 والواي ب 0 والزد هي الماينس 1. فين الزد؟ خليني اعمل هغير ده كده. شايف اتجاه زد هنا؟ بالماينس. ده الاتجاه الموجب للزد. لما تكون زد بماينس واحد معناها ان النقطة اللي هيمر بيها الدايركشن واحد موجودة في المنطقة دي فوق الاليمنت. هقبل دي يقوم يدي لك التلاتة دايركشنز مع بعض يبينهم لك اهو. الواحد الواحد خد بالك اتجاهه رايح للنقطة اللي هو اختارها اللي هي 0 0 ماينس 1. لو انا النقطة دي غيرتها هنا وقلت له 1 1 الدايركشن اللي اسمه 1 هيتغير هيكون كده. رجع ما صار نزل انتر ابروكسيميت. هنا ما عندناش انتر، هنا مرة to confirm input بس هو it should be changed. سوي من البداية يا دكتور. لا هو مش هيبقى اللي هي تكون ماينس واحد على اعتبار ان السكشن اللي احنا مدخلينه كان تو رايت. خلاص قول له اوكي دن. مش محتاجين مش محتاج جوب على طول.
سكول كونكتنج لكتشر لوبين. ده مثال بس في 3 دايمنشن لنفس الموضوع اللي هو موضوع البيم، اللي هو حاجه زي البومه او الدراع الموجود في اي في الوناش، زي الوناش اللي احنا بنشوفها خارجيه دي، ده الشكل بتاعه. دايناميك ستريس اكس سيمتري. طب هو عمال يقول سميتد، خلينا نشوف مازال. ايوه ما يقدرش تحتوي تراس، لا، لان الكروس سكشن اريا بتاعته بتاعت كل اليمنت فيه ديفرنت، وهو بيكون عباره عن جسم واحد وليس جوينتس، يعني ما فيش جوينتس ما بين الاثنين، ما بين لا، يعني اقصد ان هو عباره عن الاليمنتس اللي موجوده عندك فيكسد مع بعضها. بالظبط. هل احنا كنا اخترنا هنا يوزر ديفايند ولا ايه؟ ده يونيفورم، يونيفورم يونيفورم. كده طلع خطايا لا، هو مش هيعطينا خطا، بس بيقول ان هو فيه There is no valid step data on the request location cancelled. يعني ربما يكون محتاج وقت ولا حاجه، ان احنا نصبر عليه شويه، فخلينا نصبر عليه شويه. في مشكلة. بس ايش مش عارف. طيب لو رحت للفيو بار ديسبلاي اوبشن وقلت له اعمل لي ريندر للبيم بروفايل، خلي السكيل بتاعك 5 مرات، نشوف ده شكل البيم اللي احنا عملناه. البيم احنا خد بالك رسمينه عباره عن خط، بحيث ان انت على نفس الشاشه بتاعتك ممكن ترسم ستراكشر كبير، وهو لكن لما بيجي يعمل اناليسيس بياخد في الاعتبار الدايمنشنز بتاعت السكشن اللي انت دخلتها له. لو عايز تعمل ريندر، ريندر معناه انت تشوف شكل البيم سواء كان في الريزلتس او غيره، بتروح لكلمه فيو، اخر حاجه اسمها بارت ديسبلاي اوبشنز، في اوبشن موجود فيها اسمه ريندر بيم بروفايل ده، وبيقول لك السكيل فاكتور تكبره المقدار قد ايه. الديفولت هنا كان 1، فيطلع لك بهذا الشكل. لو كبرناها 5 مثلا وهكذا، ممكن تعملها في الريزلتس، يعني بعد ما يطلع الريزلتس اللي عندك يطلع لك الاستريسز الماكسيمم والمينيمم اند سو اون، ولكن هنا مش راضي يدي ريزلتس عندي دي، مش عارف. طيب لو رحنا للفيو او البوت ديسبلاي اوبشن، هلاقي في عنده ريندر بيم بروفايل، مفيش. يعني هي انت متروح البيت بس طبق كده وشوف هيطلع معاك شغل ولا لا، لان انا مش لا ادري لماذا، ما مش جهاز حصل فيه مشكله ولا ايه، مش عارف. طيب خلينا نشوف، نعمل جوب، نمسح الجوب دي، نعمل جوب تانية يمكن.
الاختبار يكون يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. طيب هو في محاضرات يوم الاربعاء ولا حد بلغكم انه مفيش؟ بس لسه يعني ما شفنا شيء، بس سمعنا كلام تراطيش كلام. لا هو لو في لو لو لو, لو في ورك شوب واحنا ضامنين ان الطلبه هتحضر لازم تحضروا يعني. يعني انا بقى ممكن اقترح عليهم ان هم يعملوا اتندنس بتاع المحاضرات هناك، لا بحيث نضمن ان الطلبه هتحضر. غير كده هتبقى قاعدين يعني، هتلاقي الدكاتره بس اللي قاعده، وبعدين في ضيوف جايين من بره من ارامكو ومن اس. الاعلان موجود في كليه. طيب يعني هيجي لنا ناس كتير بس انتوا ما بتهتموش بالحاجات دي، طالما ان ما فيش فيها اتندنس وما فيش فيها غياب وما فيش فيها هلس ما بتهتموش. انما لو قلنا لكم ان انا هنعمل حفله ساهره حاطه فيها بونص الدكتور بنفسه. لا ما فيش بونص، الكليه اللي تديكم بونص. لا احنا بونص الكليه ما نبيه صح، مش بونص. طب انا يديكم بونص كله يا دكتور، حتى فلوسنا حق البروجكتات ما اعطونا فيها بونص على هنروح بس ان شاء الله تعالى النهارده تحاولوا نعمل الترين اللي هو التمرين ده في البيت وتشوف الريزلت شكلها ايه. يعني لو في حد معاه جهاز هنا ولا حاجه مواس خلاص، بحيث نعرف بس شكل الريزلتس. برضو بيطلع لك الفون ميسز، بس في جزئيه صغيره لما تروحوا البيت ممكن ابعت لكم فيديو تتفرجوا عليه او فيديو كامل لهذا النوع من الاناليسز. بيطلب منك انت عايز النتائج بتاعت السطح العلوي للبيم ولا السطح السفلي للبيم ولا السطح العلوي والسطح السفلي توجذر، بحيث يطلع لك انت، لان خد بالك البيم بيحصل فيه ديفليكشن، منطقه فيها تنشن منطقه فيها كومبريشن، الكلام اللي احنا اخذناه في السترينث اوف ماتيريال. ممكن تساعدوا زمايلكم اللي بيدرسوا سترينث ان هو لو عايز يحسب الديفليكشن او الماكسيمم فورس او الماكسيمم بيندنج مومنت، كل الكلام ده ممكن تطلعوه من على البرنامج. ورسم الموديل سهل مش صعب، يعني تعتبر اللي احنا المحاضره دي والمحاضره اللي فاتت من اسهل المحاضرات اللي ترسم فيها الموديل بتاعك، عباره عن خط وبتعرف الكروس سكشن اريا بتاعته. ما هو ال 3 دي هياخد وقت في الاناليسيس اطول بكتير من ده. ثانيا الموديلنج بتاعه هيبقى ياخد منك وقت. ثالثا لو الكومبوننت بتاعك الاستراكشر بتعمل استراكشر زي اللي انا وريته لك ده. لو هتعمل زي ده طيب، ما هو خد بالك لما اكلمك على تراس زي بتاع المره اللي فاتت او البيم ده، احنا بنتكلم في 2 دايمنشن، حاجه بسيطه صغيره يعني عشان خاطر احنا لسه. لكن لما تيجي تدخل في الواقع العملي هتلاقيك مثلا يجي لك رسمه زي برج زي ابراج الكهرباء ويطلب منك تعمل الموديل له كامل. طب الموديل ده 3 دايمنشن ما هوش 2 دايمنشن، عشان ترسمه بال 3 دي ما تعرفش. ده رسمه لما رحت للبارت قلت له 3 دي واير رسمه في ستيبس كتير، بس انا طلبتها العام الماضي من نفس المجموعه اللي كانت بتدرس وعملوها. انا ما اعرفش هم عملوها ازاي بصراحه، انا ما عملتهاش قبل كده يعني. فممكن نطلبها منه ولا ايه رايك يا عبد الله؟ نطلب ان احنا نعمل الرسمه اللي هي ال 3 دي اللي هي الصعبه دي. هي دي مش موجود خطواتها، دي الموجود فيها لو انا قلت له ران حاليا كده بيدي لك اللي هو السي اي فايل اللي هو الملف او الداتا بيز بتاعتها كامله اسمس اهو بهذا الشكل. ده 3 دايمنشنال ما هوش 2 دي. ولو رحنا هتلاقي حتى الجوبس بتكون جاهزه، يقول لك بس اعمل سبميت للجوب. ممكن يشتغلنا على اساس ان هي يعني بتاعتهم. يعني مش احنا اللي عاملينها يعني. لا صح. تعال كده على نفسك.
الاسمبلي بقى انت هتحتاج تعرف ايه العلاقه بين كل واحد والتاني. الاسمبلي في نوع من الموشن، في كونتاكت هتقوله، لكن هنا مش عندك نوع من الكونتاكت. هو انا بتعامل معاك الناس ستراكشر واحد، جسم واحد ومتلحم في بعض. صعب، هتبقى صعب يا عبد الله. الميزه في الملفات دي انا بنصح بيها على فكره، لو انت عايز فيما بعد تزود نفسك شويه في المعلومات في الموضوع، بتروح للبلاج انز وابيكاس جيتنج ستارتد وتشغل دول. كل واحد من دول بيدي لك السي اي فايل كامل بديفينيشن الماتيريال بالخطوات بي واتيفر اللي انت محتاجه. فانت لو ممكن تتعامل معاه زي بنش مارك. بنش مارك يعني انت رسمت الرسمه وحاولت تجاوب المساله اللي انا هبعتها لكم النهارده ان شاء الله بعد ما نخلص الفايل اللي عوض عايزه بهاي ديفينيشن. لما ابعت لكم الفايل هتلاقي فيه رسمه انت محتاج تعملها. لو في خطا عندك او البرنامج مش راضي يشتغل خلاص، ترجع ليه الاوفر للي هو ده وتقول له رن، وتمشي بقى كده ستيب باي ستيب، تشوف هو عمل ايه في الستيبس، عمل ايه مثلا في الديفينيشن بتاع السكشن، كل حاجه منهم تمشي فيها تراجعه وتطبق على الموديل بتاعك. اللاب جوينت ده سوري مش عاملها رن، ده برضو عباره عن اسمبلي ما بين تو جوينتس لحمهم مع بعض. ممكن ده يفيدك في الجوينت اللي بتشتغلوا عليه اللي هو الموديل بتاع اللي هو البين جوينت، يدي لك حاجه قريبه مثلا زي نوع الكونتاكت ما بين الجسم اللي هو باللون الازرق والبليد ده والبليد ده. ده هنا في تنشن بس ده الشكل بتاعه. بلو بورد نوع الانيميشن بتاعه اللي هو لو كان، واظن الاناليسيس ده كان دايناميك. خلينا نشوف هل هو دايناميك ولا استاتيك. لا استاتيك جنرال، بمعنى ان هو ما فيش فيه تايم. وده الديفليكشن فيجواليزيشن مكتوب هنا ار اف. وات داز ات مين ار اف؟ رياكشن فورس. اللود اللي اثر بيه، تدخل على اللود تعرف هو مؤثر باللود بكام. نيجاتيف 10 كيلو نيوتن داون وورد، بتأثر هنا. طيب الاستريس، في عندي ستريس، مش هعطي هنا قيمة الاستريس، هعطيني جاست اليوم. فهو الاناليسيس كان الهدف منه ان هو يحسب الرياكشن فورس عند السبورت والديسبليسمنت عند المقدمة. طب لو رحنا ورحنا قلنا للفيو قلت له فيو او جود ديسبلاي وقلت له اعمل ريندر، ريندر معناها ان هو يبينها لي كالشكل بتاعه ك 3 دايمنشن. شوف كده شكله هيكون عامل ازاي. ذا بيسك بلوت اوبشن، اقرا الرساله دي. ذا بيسك بلوت اوبشن ريندر بيم از سبورتد اونلي ان ديفورمد اور ان ديفورمد شيب. ذا بيسك بلوت اوبشن ريندر بيم بروفايلز از سبورتد اونلي in deformed or undeformed plot mode. بمعنى ان انا هرجع لهنا ايه الرساله اللي ظهرت دي كان معناها ايه يا غزواني؟ ان انا عشان خاطر قلت له ضلع لي الاستريسز وهو او اللي هي الديسبليسمنت اللي كانت هنا بالشكل ده ما قبلش. قبل بيقول لك ان ممكن في undeformed، ده بنسميه undeformed او اللي جنب منه deformed. الحالتين دول بس اللي ممكن يطلع لك اللي هو الريندر الشيب اللي عندك. لو قلت له ريندر بهذا الشكل فده يبقى ده الشكل بتاعه يا عبد الله لو انت عايز تعمله بال 3 دي. والله
والله لو تقدر تعمله بال 3D اعمله. انا شخصيا الى الحين ما اعرفش اعمله، لما اكون صادق معي لا ما شغلتش نفسي بيه يعني. لو انا ارسم 3D منشن في الحالات دي، رغم بقولك مجموعة العام الماضي طلبتها منهم ومشكورين يعني عملوه، فبسطت منهم جدا وخدوا درجات كتير عليه.